الجزء الثاني كمان من خلال طبعا بنتكلم كمان على ريال مدريد، يمكن بعد خسارة ريال مدريد اللي فاتت في بعض الأخبار بتقول إن ريال مدريد يعني بيعاني على مستوى خط الدفاع شوية، يعني في بعض الكلام بيقول إن كشفت إن يمكن ريال مدريد في الطريق إنه يتعاقد مع أنطونيو رودريجا، ده طبعا مدافع تشيلسي، يعني على هو بيقولوا على رادار طبعا ريال مدريد في الفترات اللي جايه. طبعا لعيب مميز جدا بيلعب في تشيلسي، لعيب قوي جدا، يمكن بعد رحيل راموس ورحيل رافا عن فاران على ريال مدريد في مشاكل دفاعيه شويه بتقابل انشيلوتي في ريال مدريد اللي يمكن اتحلت، يمكن هتتحل الفتره اللي جايه. الصوره زي ما حضراتكم شايفين، يمكن عقد رودريجا مع تشيلسي هيبقى فري في الصيف اللي جاي، يعني طبعا في عروض كتيره جدا لهذا النجم، ولكن لغايه دلوقتي وفقا لبرضه بعض التقارير هناك في اسبانيا ان اداره ريال مدريد فتح الخط وفتح التعاقد او التوقيع مع رودريجا مجانا في الصيف المقبل، لكن ممكن وارد جدا انه ما يستنوش لغايه السمر ترانسفير لغايه شهر 6، وارد جدا لان الحاله الدفاعيه يمكن لفريق ريال مدريد مش في حالتها الطبيعيه، وارد جدا خلال فتره الانتقالات في شهر يناير ان يكون رودريجا لعيب طبعا مميز جدا ينتقل الى صفوف ريال مدريد.